فريق برنامج الثمرة كان له زيارة لمزارع الخضروات بطريق مصر اسكندرية، وخاصة محصول الكوسة، وقابلنا خلال زيارتنا كبار مزارعي الكوسة وتعرفنا منهم على طرق الزراعة والتسويق. محصول الكوسة بيعتبر من أهم محاصيل الخضر التابعة للعائلة القرعية، وهو محصول صيفي ويمكن زراعته طوال العام. الحاج عبدو شحاتة أحد كبار مزارعي الكوسة بالمنوفية، أهلا بك. أهلا بك. قل لي بقى حكايتك مع الكوسة إيه؟ والله الكوسة لنا وقت طويل بنزرع الكوسة، فطبعا بالنسبة للمناخ بيتغير. احنا كنا بنزرع أصناف اللي هي السكاتر اللي هي الزياد، وكنا بنزرع أصناف اليارة، ده بالنسبة للأوقات اللي فاتت. تمام. أما بالنسبة للسنة دي احنا جربنا اللي هو الصنف الجديد اللي هو شرهان، ده أفضل من دوكم، لأن الكوسة بتحب الجو الطري شوية الطراوة يعني. فطبعا السكاتة والزياد اللي هي الزياد ديت مع الجو الحرارة العالية والكلام ده كله بقت تضعف، بقى الإنتاج بتاعها ضعيف. احنا لو هنتكلم من بداية الزراعة، رمي البذرة، بالنسبة للحرت بتاع الأرض، حرت وتنزيل السباخ اللي هي السبلة، سبلة الكتكوت، تشد الشبكة بتاعتها، بتخدم الأرض خدمة كويسة. أول هم الكوسة. تمام. يعني الكوسة بالذات زرع الناس بتستهتر بيها، إنما الكوسة زرع مكلفة أساسا، يعني الناس حطها في دماغها إنها زرع بسيطة، لكن الكوسة زرع مكلفة. في الوقت الحالي اللي احنا بنزرعوه اللي هو بتاع شهر 7 و8 دي، الكوسه بتبقى مكلفه اكتر، لان بيبقى فيه فيروس وبيبقى فيه امراض كتيره في الوقت ايه بالنسبه للكوسه. فطبعا انت عشان تزرع الكوسه في الاوقات اللي زي ديت تبقى عندك امكانيات لزراعتها، اما ما تزرعش، لانك انت في الوقت ده لو زرعتها واهملتها ما تاخدش منها اي انتاج. تمام. طبعا الرش على طول، تسميده على طول، نظافه حشائش، كلام من ده، عشان خاطر انك انت تاخد منها ايه ثمرة كويسة للسوق، وهي وإنتاج كويس. تمام. الفدان بياخد قد إيه بذرة بقى؟ بالنسبة للفدان بياخد 4 تذاكر بذرة. أربع تذاكر بذرة اللي هي من الأصناف اللي هي المهجنة دي. تمام. يعني بياخد إيه ربع، بياخد 4000 بذرة، لأن بينزرع نقاط ونقاط اللي هي النقاطات اللي هي 30 سنتي دي. تمام. بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للبذرة يعني. طب إحنا لو هنتكلم عن تكلفة فدان الكوسة النهاردة، بيكلف قد إيه؟ فدان الكوسة يصرف من 25 ل 30000. ده كزراعة. كزراعة. الدورة بتاعت الإنتاج قد إيه بقى الفدان؟ الدورة بتاعت الإنتاج بالنسبة للفدان بيجيب من 10 ل 15 حسب المزارع. في مزارعين ما بتجيبش 7 و8. يعني إهمال الفدان اللي هو إنتاجي مصح وكويس أساساً بيجيب من 10 ل 15. 15 طن. 15 طن للفدان. تمام. بتبقى بقى بالنسبة للمكسب والخسارة بتاعت ربنا بالنسبة للسوق، السوق اللي بيتحكم في الكلام ده. ممكن تبيع كيلو كوسة ب10 جنيه. يديك أنت إنتاج رهيب بالنسبة للكوسة. ممكن تبيع كوسة كيلو كوسة ب2 جنيه يخسر. في الكوسة بالذات زرعة حساسة، وتحب الإنسان يكون مصمم وماشي معها على طول، ما يربطش نفسه بالسوق. لو هنتكلم عن صنف النهاردة، أنت زرعت النهاردة وجاب معك إنتاجية عالية. الشرهان اللي أنا زرعه السنة دي. مميزاته إيه بقى خلاف الإنتاجية؟ بالنسبة للإنتاجية مواصفات حبية كويسة للسوق. بالنسبة للصفة التسويقية الحبية بتاعته، الثمرة بتاعته ثمرة كويسة. بالنسبه للسوق بتصنف، بتفرق عن الاصناف دي، كانت 2 جنيه في السوق في المبيع. تمام. يعني انت ممكن تلاقي كوسه النهارده ب4 جنيه في السوق، في كوسه ب7 و8، هي دي الكوسه ام 7 و8 في السوق. وبالنسبه للزبون، الزبون بيرغبها، يعني العربيه بتاعتنا ما بتروح السوق الناس كلها بتستناها. تمام. احنا بنسوق لمين يا حاج عبدو؟ احنا بنسوق في الوكايل، بنودي الوكايل. احنا ما يعني ايه بنودي احنا الوكايل السوق، سوق الجمله يعني. يعني لو قلت الكيلو النهارده يطلع بكام من هنا من المزرعه هنا؟ بيطلع هنا بنبيع ب7.5 و8. 7.5. مش 7 ل 8. يعني بيروح للمستهلك بكام بقى؟ يعني انت لو انت رحت السوق النهارده، والله المستهلك انت بتلاقي على الفرش النهارده كوسه ب15 جنيه. ده استغلال تجار مالوش دعوه بقى بالمزارع. يعني ده استغلال. في كوسه النهارده اللي الكوسه اللي هي مواصفات كويسه والكلام ده كله، دي بتنباع ب15 جنيه او الاثنين كيلو ب25 جنيه. ده بالنسبه للفروشات، دي مش قياس على الفلاح يعني. تمام. انما احنا بالنسبه للسعر الرسمي اللي احنا بنبيع في الوكايل بيه من 7 ل 8. ما ينفعش نصدرها الكوسه دي؟ تنفع. بس احنا عايزين ابواب التصدير. ليه بقى؟ هي ابواب التصدير مفتوحه على طول، مفتوحه. مين بيجينا الغطاء؟ ما حدش بيجينا، ما فيش متابعه خالص هنا. لا ما فيش، مين بيجيك الغير ياخد؟ يعني انت قدمت مثلا في الحجر الزراعي ان مثلا افتح منفذ مثلا تصدير، وحد قال لك مثلا؟ لا ما قدمناش، بس هم المفروض ان الناس دي اساسا تبقى عامل لنا احنا ابواب اساسا للتصدير. تمام. قريبه من الفلاح. طب انتوا رابطه واحده مثلا مزارع الكوسه هنا في الفيوم مثلا في المنوفيه؟ احنا في المنوفيه عامه بالنسبه للكوسه، بالنسبه للكوسه الصيفي ديت اغلبيتها كلته بينزرع في الايه في الجبل هنا. تمام. كويس، في الارض الصحراويه. لان في الارض السمراء ما بتبقاش جيده في الصيف لوجود زراعه الذره والكلام ده كله، بتهيج الذبابه، الذبابه بتخليها تفيرس.
فهنا في الجبل هنا بتبقى الارض مطلوقه شويه، الريح بتاعها مطلوق، الهواء بتاعها مطلوق، يعني بتبقى ايه الجو المناخ مساعد اكتر من ايه من الارض السمراء. تمام كويس. فهو المفروض ان هي معروفه ان كل انتاج الكوسه حاليا في الوقت الحالي ده بيبقى في الجبل، المفروض ان يبقى هنا اقرب اماكن. احنا مثلا في منطقه زي منطقه اليافطه دي اللي تبع مدينه السادات، المفروض يبقى انت عندك هنا منفذ هنا في المنطقه بتاعتك، لان هي تعتبر شامله الظهير الصحراوي. مفيش. طيب لو هنتكلم عن احجام الكوسه، كانك راجل متخصص النهارده في الكوسه من زمان، آه. انهي بقى اللي تتاكل وانهي اللي تتحشي وانهي مثلا اللي ما تنفعش؟ والله اللي ما تنفعش اللي بيهملها الفلاح، آه. اللي ما تنفعش بيهملها الفلاح. زي في فلاح مهمل يمكن يجمع الكوسه يوم ويوم، انت فاهمني؟ طبعا بتديك حجم كبير، مين هياخدها الحجم الكبير ده؟ للطبيخ. وطبعا ما تنفعش عشان خاطر انك انت بالنسبه للمحشي وبالنسبه للحاجات ديت لازم تجمع يومي. طبعا تجمع يومي يبقى لازم فيه امكانيات في التسميد والرش عشان خاطر تديك الانتاج اليومي. تمام. فهذا السبب ان انا بقول لك هي مكلفه، مش مكلفه. يعني احنا بنسمد كل يوم الصبح، وفي الاسبوع بنسمد مرتين كمان بغير طرف الصبح، بنسمد مرتين اتنين في الاسبوع برضو المغرب كمان. يعني تعتبر السبع ايام بتاخدهم سبع ايام تسميد، ويرجع عندك في الاسبوع تحط كمان يومين. يعني الاسبوع كان سبع ايام تسمد تسعه. تمام. طب بالنسبه للمعاملات لو في اي امراض مثلا جت المحصول بنتعامل معاها ازاي؟ بنتعامل معاها ازاي؟ بالنسبه لل عندك حشره بتشوف المبيد ايه اللي اثر على الحشره، عندك بياض بتشوف ايه المبيد اللي اثر على البياض. يعني انت بالنسبه للحشره زي الدكتور بالنسبه لاي مرض، دكتور الاسنان له تخصص، دكتور فاي مرض له تخصص، دواء معين، مبيد معين. طيب. بترش بيه وتعالج. لو انا مزارع دلوقتي وعايز ازرع كوسه، تنصحني بايه بقى؟ ننصحك انك انت تزرع بالاصناف الجيده، وتصنع في وتزرع في الوقت المناسب، وخدمه جيده في الارض. مش هتخدم على خدمه جيده وتزرع زراعه يعني كما زي الكتاب ما بيقول، ما تزرع حاشي لان هي مسرفه هتخسر. وخلال جولتنا قابلنا استشاري محصول الكوسه وكمان المتخصصين من قبل شركات توزيع بذور محصول الكوسة، وإزاي بيقدموا التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين ومتابعتهم كل الأصناف الجديدة للكوسة اللي بتتحمل المناخ المتغير، وكمان النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفادياً لعدم تأثر المحصول من قلة الإنتاج وتساقط الثمار. المهندس ايمن عبد العزيز صاحب شركه نيوبورن، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. كلمنا بقى عن نشاط الشركه ايه بقى؟ احنا شركه نيوبورن يعني ميلاد جديد. احنا شركه توزيع بذور خضروات، متخصصين في بذور الخضروات. وبالنسبه لصنف كوسه شيلان اللي احنا فيه ده احنا واخدينه حصري، توزيع حصري من شركه الكلسوم. تمام. تبع شركه انزا زادن الهولنديه. تمام. يعني انتوا حضرتك بتاخدوا المحصول من المزارع ولا بتاخدوا المحصول من الشركه؟ لا احنا بناخد البذره، معنا بذره واحنا اللي بنوزعها على المزارعين. يعني كزراعه تعاقديه. احنا تمام. متخصصين في البذور. تمام. توزيع بذور. طب والمحصول بعد كده انت اللي تاخد المحصول؟ لا المحصول بيبقى المزارع بقى بيوديه للتجار او بيوديه الوكايل، ده طريقته هو يعني. تمام. طب بالنسبه للكوسه، والكوسه فقط ولا الخضروات بقى؟ لا جميع الخضار. طب كلمنا بقى على اصناف الكوسه والطماطم والخضروات الثانيه. جميع اصناف الخضار كلها شغالين فيها، صيفي شتوي ربيعي خريفي، شغالين في كله، بطيخ طماطم كانتالوب خيار ورقيات، شغالين في جميع الاصناف. احنا بنتعامل ازاي مع المزارع بقى؟ بندي المزارع ازاي بقى البذره؟ احنا حضرتك بنوزع على تجار، بنوزع على مشاتل، تمام، وهي بدورها هي اللي بتوزع الفلاح. يعني انا بيبقى قدام مني تاجر بنديله، التاجر ده بيوزع قدام مني صاحب مشتل انا بوزع له، وهو بدوره بيعمل الشتله وبيوزعها على الفلاحين. انت شايف النهارده البذره النهارده شايفها بعد التغيرات المناخيه والارتفاع الاسعار شايفها ازاي؟ والله بص حضرتك احنا ارتفاع الاسعار والتغيرات اللي احنا شايفينها دي طبعا مأثرة على السوق، مأثرة على السوق جامد. عندك دلوقتي اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم،
طبعا غلو العمله واللي انت شايفه ده مؤثر جامد علينا، استيراد الحاجات دي كلها. وطبعا الفلاح ما يعني مظلوم برضو، اسعار دي كلها بتيجي غاليه، بتيجي في الاخر السلعه بتاعته برضو تبقى تسويقيا بتاعها مش مجزيه قوي عليه. تمام. فالتغيرات ديت يعني مش زي ما انت فاهم. تمام. لو هنقول النهارده في صنف مهم النهارده استحوذ على مثلا شركه نيوبورن، اي صنف؟ لا احنا عندنا اصناف كتير، يعني عندنا صنف شيرهان في الكوسه، عندنا في الشمام صنف هند. تمام. في الكنتالوبات عندنا اصناف كتير، وفي البطيخ برضو عندنا اصناف كتير. طب قول لي مميزات مثلا. وعندنا شيرهان. في الخيار عندنا صنف اصناف كتير برضو، عندنا نوريا شتوي، عندنا اصناف كتير خالص. يعني مبكره النضج عليها اه طبعا كل الاصناف ديت نازله مع الاصناف اللي هي نازله معاها عاليه جدا في التحملات، في التسويق ثمره بتاعتها تسويقيه عاليه جدا، في تحملاتها في انتاجها، كل صنف مشتق بذاته. ولكن لما بنشيله ونحطه جنب الاصناف اللي هو فيها، لا هو ما شاء الله بيتعداهم خالص. ودي شهاده مش مننا، لا ده بشهاده المزارعين اللي زارعين كل صنف ليه حده يعني. تمام. يعني عندنا مثلا الهند، الهند ده هنخش بيه في شهر 12 زراعة. ده صنف هند شنف شمام. ده شمام. تمام. ده ابكر شنف شمام تحت الانفاق. تمام. ده بيجي معاك بدري خالص قبل كنتالوبات والكلام ده كله، بيمسك اسعار ممتازه جدا جدا جدا. ما شاء الله يعني ما بتقعدش عندنا منه بذره نهائي. تمام. انتوا هنا بتوزعوا البذره هنا في محافظه المنوفيه ولا على جميع المحافظات؟ لا احنا جميع المحافظات من اسكندريه لحد اسوان. البذره بتختلف من هنا لهنا عشان التغير المناخي ولا كلها بذره واحده؟ لا طبعا بتختلف. الربيع غير الخريفي غير الصيفي غير الشتوي، كل وقت ليه بذره. اعلى انتاجيه للطماطم كانت قد ايه؟ لا انتاجيه الطماطم دي اعلاها ما اقدرش احكم على حضرتك، اللي انت شايف تغيرات بتاع الجو دي. تمام. الصيف اللي احنا فيه ده غير الربيع غير الخريفي. فكل وقت لا ليه انتاجه ومعاملات الفلاح معاها. تمام. تعامل الفلاح في الارض هو اللي بيفرق معاك الانتاجيه. يعني في صنف، انا اقول الصنف ده بيجيب للفلاح مثلا 25 طن ايا كان هو نوع ايه. طبعا الكلمه اللي انا بقولها ديت لا، تعامل الفلاح نفسه، التربه اللي شغال فيها، الميه، الجوده، الهواء اللي حوالين منه، الجو بيفرق معاه في الانتاج. تمام. لو اقول النهارده شركه نيوبورن عايزه تدعم الفلاح، بتدعمها ازاي؟ احنا معانا طاقم مهندسين دعم فني ومهندسين تسويق. تمام. معانا من اول ما الفلاح بنديله يعني خدمه ما بعد البيع. بنخدم الفلاح ونتابع معانا لحد ما يقلع الشتله بتاعته، يقلع القرش بتاع الارض، نتابع معاه من البدايه لحد النهايه بالمجان. بالمجان. ولو فيه فرصه ان احنا نسوق له بندله روح عند فلان، او نجيب له فلان التاجر او الحد اللي بيشيل منه نجيب له لحد عنده. يعني كنا بنعمل كده مثلا في صنف زي الهند اللي كنت بقول لحضرتك السنه اللي فاتت دي، كنا بنجيب للمزارعين تجار ووكايل لحد عندهم يشيلوا من عندهم. كل ده دعم للفلاح فقط من غير اي مقابل. المهندس عبد الوهاب الحضري المدير الدعم الفني لشركه الكلسوم، اهلا بك. اهلا وسهلا. عرفني بقى ايه نشاط الشركه النهارده في وسط واحد من اصنافهم في الاصناف انزا في الكوسه اللي هو صنف شرهان اللي احنا بصدده النهارده في اليوم الحقل اللي احنا عاملينه النهارده. يعني بالنسبه لاسعار البذور هنا عندكم في الشركه، هل بتتواكب مع الفلاح المصري النهارده؟ شوف، هو أسعار البذور هو معادلة من طرفين، أحدهم طبعا الشركات اللي أنت بتستورد منها وهي اللي بتملك في الأصل تحديد السعر على حسب حجم الشركة وعلى حسب اللي الصنف بيقدمه لك وعلى حسب التحملات أو المقاومات اللي في الأصناف اللي بيقدموها. فبطبيعة الحال الصنف الجيد غير المتوسط غير الصنف الضعيف، والشركة الكبيرة غير الشركة الصغيرة. لكن إجمالا إحنا طرف تاني في المعادلة، لكن إجمالا معروف عن شركة الكلسوم إنه دائما وأبدا بنحاول نقدم أفضل الأسعار قدر ما نستطيع.
لو قارنا بالآخرين لا بعتقد أن الكلثوم بتقدم الأفضل، وليس فقط في الأصناف لكن الأفضل كمان في الأسعار يعني. تمام. نعم. إحنا بنوزع أصناف جميع الخضروات صح؟ بلا استثناء، ما أعتقدش أن في حاجة في كل أصناف الخضر مش موجودة لدينا يعني، أو في كل أنواع الخضر خلينا نقول مش موجودة لدينا، وأصناف عديدة في كل نوع وتناسب كل الأراضي، تناسب كل الأجواء، تناسب كل المزارعين، تناسب كل الأذواق أيضا يعني. نعم. ليس فقط بنحقق رغبة المزارع الحالي أو رغبته الحالية، لكن بنسعى دايما للتطوير، بنسعى دايما للتجديد، بنسعى دايما ان احنا نقدم انواع جديدة، بنسعى ان احنا نقدم اشكال جديدة للمنتجات للثمار، بحيث انه نكاد ندعي ان احنا ولله الحمد بنقود السوق. كتير الحقيقة من الانواع اللي احنا قدمناها كانت جديدة على السوق، البعض راهن على انها مش هتكون مقبولة للمستهلك، لكن بالإصرار عليها وبجودتها أصبحت النهاردة ترند في السوق، والآخرون أو الآخرون نعم أصبحوا الآن بعد ما كانوا بيرفضوها ربما مقلدين أو محاولين للحاق بينا يعني. نعم. تمام. النهاردة أي شركة كبيرة صغيرة مش مسؤوليتها ان هي توزع البذرة وخلاص. نعم. لها مهام تانية خاص. صحيح. يعني زي ما نقول خدمة ما بعد البيع. نعم. طيب، هو ليس فقط خدمة ما بعد البيع، حتى الدور المجتمعي موجود من خلال تدريب كوادر، حتى لو مش هيشتغلوا معنا عندنا برضو جزء تدريب مهندسين جدد، وكتير الحقيقة من الشركات لديها النهاردة مهندسين بالأصل هم من خريجي مدرسة الكلثوم إنجاز التعبير يعني. ده كدور مجتمعي، كدور دعم معروف عن الكلثوم وشعارنا معا من البذرة حتى الثمرة، ده شعار الكلثوم اللي هتلاقيه موجود على كل منتجاتها في المنشورات اللي بتتعمل. فإحنا فعلا مع المزارع من البذرة حتى الثمرة في أي وقت بيطلبنا. أتحدى لو أنه حد طلبنا في أي دعم، في أي استشارة، في أي مساعدة، أنه إحنا نتهم أن إحنا في يوم من الأيام قصرنا أو لم نلبي دعوته يعني. الحمد لله لدينا فريق فني على أعلى مستوى في كل المناطق حاضرين دايما دايما مع المزارع يعني.